يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إيوا أشهد النسان ميال الإمام الترمذي أرسني التني هنكني أرتكرم الأخطاء الذنوب الخطايا غيض دزان ميال الحل استغفروني أغفر لكم. غصد يتما رنسور في الترجمة نيان الصحابي اسمه أنس بن مالك يشهد أيتما يورياز دار سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إنس يا رسول الله فيه خير اللصيط أوصني إنس سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أدور تغضبت إنس زيدي إنس أدور تغضبت إنس زيدي إنس أدور تغضبت. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أردتني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ونجت إزرا خير المنكر إسبدلت سفوسنس إغور إصدار إسبدلت سيلسنس إغور إصدار إسبدلت سلقلبنس وذلك أضعف الإيمان. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إنتاج المسلم الأمازيغي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إتما ديستما المتابعين عزان، أرتيتون مرحبا غبرنامج شرح متن الأربعين النووية. غصد اختنا ربي سبحانه وتعالى رديت النبذو هي الحديث يضني صغر الحديث المتند الأربعين النووية، وكان اختنا ربي سبحانه وتعالى رنحاول أن نركز غل حلقة يد نساول بإذن الله تعالى في الترجمة من الصحابي اللي ديروان الحديثات. الحديث يتم نغصى هي الحديث والسبعة صغر الحديث المتن الأربعين النووية. الحديث السابع رنغر الحديث يتم ثم نكتفى بإذن الله تعالى غصد بالترجمة من الصحابي اللي ديروان الحديث. إذا الحديث السابع يتميت عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. غصد خيك لنا يتما راه نقتصر خت لمعت فالصحابي الجليل اللي تمن تميم الداري. تميم الداري اي تما الاسمس هي التميم بن اوس. تميم بن اوس بن خارجة الداري اللخمي الفلسطيني. فالصحابي ذا يتما الاصنص ايات زغبيلات الشام ايات سخص مزيرت اللي ايان فلسطين اللي غلا المسجد الاقصى دبيت المقدس. بالنسبة للكونياس خيه اللي تسفل دم غال حديثة يتما الكونياس هو ابو رقية. ربي سبحانه وتعالى ارزقه سيتفرغت سم الناس رقية تجنيت الكونياس ابو رقية. التين العلماء اللي سون في الترجمة بأنه إيلول ختم زيرة فلسطين إيهيان زغل عبادنس ضروه بانس ما ينيت ما يزغل روه بانس بمعنى الصحابية قبل أي يسلم قبل أي يكشم غدين الإسلام اللول حياة نس إيه أنصراني يتابع الملة النصارى إيه ما يسيت المودة ورسي قدر ربي سبحانه وتعالى أي مقرد سيد النبي صلى الله عليه وسلم أي اللي غيقرب سيد النبي صلى الله عليه وسلم يموت. يعني وأرتين العلماء بأنه يسلم غسنة تاسعة هجرية وكان يتم خيك يكون تسم سيد النبي صلى الله عليه وسلم أتي يموت غسنة 11 هجرية. إذن الصحابي يسلم غسنة 9 هجرية
اللي ميتسمان العلماء السيرة النبوية سعى من الوفود، ثم العام الموالي 10 هجرية تتغي حجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الوحيدة اللي تسمان حجة الوداع سنة 11 هجرية تتيتم أغي قدر ربي سبحانه وتعالى أقسمت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شهر ربيع الأول. إذن يسلم يتم السنة التاسعة إغامة غل المدينة المنورة غل عهد أبو بكر رضي الله عنه، العهد عثمان، العهد عمر رضي الله عنه، العهد عثمان رضي الله عنه. اللي يموت عثمان يتم، اللي يعني قتل عثمان رضي الله عنه، يفتو سلبلاد الشام يعني يكمريس باقي يعني المراحل الحياة نس، وريموت رضي الله عنه السنة 40 هجرية، يعني كسل 31 عام مرا ما يومن سدين الإسلام. رتمية الصحابية ريتما سي العدد المزايا، أولا أن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا في بلدة تسمى بيت حبرون، بيت حبرون تمازيرت لي تمن غيلا غزمنا مدينة الخليل اللي غيلا القبر نبي الله إبراهيم عليه السلام. سيد النبي صلى الله عليه وسلم إن الصحابي نكاتي يغزغ تمازيرت النزغيغ إن سيد النبي صلى الله عليه وسلم هاتي أوريغيس يتل الأرض هي التروني وخنا يتم بهاتي السلام الحديثة يزغ الدلائل النبوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أشكون اللحظة اللي غيسلم الصحابي اللي ينتمي من الداري بلاد المقدس ولا بيت المقدس ولا فلسطين تلاهو دان غليد من الروم ورتيفتح كلينسن العهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورتيفتح بيت المقدس غزمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورتفتح غزمان أبو بكر، ورتيفتح أرزمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان يتملغ يفتح بيت المقدس يشهد الصحابي التميم الداري دار عمر بن الخطاب بنتي استعقلت في العهد اللي يفيا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم بانه رد يفتح بيت المقدس دري سيفيا الارض غبيت حبرون الناس عمرية شهد فونش كان يرس يسا اكلا يغامد وكلا يتم يوقف يعني زود الاحباس فتميم الداري ثم في الدريز درتين العلماء أنه لا زال الأرض يورت بينهم إلى يومنا هذا إغامس الكل وكلا في السمية الدرية الصحابي اللي كان تميم الداري رضي الله عنه. تميم الداري يتم ارتبط بعض الأحداث الإسلام زيسنا يتم أنه انت تلا درس العلاقة سيات الآية تلا سورة المائدة تقصد سيات القصة تقع ايان الصحابي ايمون تميم الداري ديان الصحابي ديور كيزاضني ديال الآية اللي غيتن ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان إلى آخر الآية. اختديت ما تقويز الصحابي اللي كان تميم الداري هي القصة يعني لا داعية لذكرها غير مجلسات ربما أي ربي سبحانه وتعالى أستيتون ذكر غير المجلس يظني. كذلك يتمرتين العلماء بأنه أنت هي الصحابة اللي يخدم في الخدمة اللي باهري عظم أستيان جمع القرآن جمع القرآن يوصي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يالعدد الصحابة زيسن أي تم الصحابة اللي يتمن تميم الداري. كذلك يتم أزغى المناقب اللي تتمي الصحابة أنه هي كثير العبادة يزغى العباد الصحابة يعني الفلس تذكر العلماء خطر جي من سنية العدد الأمور اللي تدلون فالعبادة زيسن تيتم أنه كان يحرص على ختم القرآن في كل أسبوع كنت يزغ الصحابة اللي تمن سواء ربي يجمعت انت يزغ الصحابة اللي ديوشان في اللتسن أنهم كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع أرتقسم القرآن على سبعة
أربدو الخدمة مثلا أن نكون استبدو السبت نكمل تسل الجامع أربدو السيس قرن سورة الفاتحة ويسي وسان أرتين سورة المائدة ويسكر وسان أربدو سورة يونس ويسكوز وسان أرت سورة بني إسرائيل لويس خمسة وسان أرتين سورة الشعراء ثم اليوم السادس أرتين غوصافات ثم النهار لي قرن أرتين سورة قاف غير نفس اسم العلماء الرمز اسم الناس فامي بشوقين فامي ثلاثة ليام بشوقين أربع أيام هي سبعة الفاء ترمز للفاتحة والميم للمائدة والياء ليونس والباء لسورة بني إسرائيل سورة الإسراء والشين لسورة الشعراء والواو لقوله تعالى والصافات ثم القاف لقوله تعالى قاف والقرآن المجيد وهذا يسمى جان التحزيب اللي سكر الصحابة اللي تختمن القرآن سبع أيام كل سيمانة دا تميم الداري كذلك يجز الصحابة اللي لشان خطر جمانسن أنهم غران القرآن خلوت غيات الركعة الخير دي يتم ربما المعلومات تشهر بزاف في عثمان بن عفان رضي الله عنه لكن العلماء تين حتى تميم الداري يجز الصحابة اللي صدرن أي غران القرآن خلوت غيات الركعة وكانت لاني كان مدن أرصع ضمن تجمعتها دارتي انك حقا لسجا مستحيل وكتوقع لكن يتما هاتي الخير ورد عن مجموعة من الصحابة وعن مجموعة من التابعين بل حتى عن مجموعة من المعاصرين يلا عدد مدن عيش ديتنا غزمان ديتما جربن تجربيات صدرن بحمد الله تعالى وتوفيقه ادغرين القرآن خلوت غيط الركعة فالخير ديتما يخرجنا غير شقانكي ولكن هي هاتي ربما يسيسات ربي سبحانه وتعالى في العدد يقوتني سميانز فالإنسان يغوري صداري كلا الحاش انت أدوري التينات وردي ممكنة ربما كيف تتلقو ربما كيف لك تلقو ربما كمينة وتم أفلم تلقو لكن الخيرة هاتي الحمد لله يسيسات ربي سبحانه وتعالى في العدد مسلم الزغزمان الصحابة الزمان اللي غلا درات سول يسيسات ربي سبحانه وتعالى في العدد من ديال عدد يسميان اللي ميفك ربي سبحانه وتعالى الجهد غير المسألة فانت يزغى الصحابة اللي يصدرن أي غير القرآن كله تغيط الركعة ثم انت كذلك كان يقوم الليل أحيانا بآية واحدة خيك اللي يقرأ القرآن كله غيط الركعة أحيانا نرد غيط زلا إذ كله سيت الآية نن العلماء أنه يمضر يقوم الليل أري يقرأ سيات الآية أستيان أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون اختد وحده التيتبا أرس يقرأ أرس التعود أرس يقرأ أرس التعود أشكون إنسان لم يقدر ربي سبحانه وتعالى أي تفهم القرآن العظيم أن أحيانا أرس دي التشيا يات الآية تستوقفه ما ين تستوقفه بمعنى رتي تسبيداد أريسي تلي المعنى وريت تصدار مسلم استزري أريت تعود المعنى ين رسي التعود رسي التعود أريت التأطر غاية التأطر سمعنى ين فالخير دي ربما نكني لقسوة قلوبنا نضرب ربي سبحانه وتعالى دا غيعفو يغفر غي سامحه أرفتنا غير تلقزوا للمرأة لكن الصحابة يتملي لشمية الدرجة عالية غير الإيمان يتبت في اللس للخير هذا يتم خيك اللي يتبت في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتبت في اللس بأنه يقوم الليل غير سيئة الآية يقوم الآية الليل سيئة الآية الليل سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وصارت يتم ما منك طارنا مدناد سوى ربي سبحانه وتعالى ما منك أتخصصني الوقت يقودني وول ربي فالترجمة نكون صحابي أرن تحاول كنا نركز في بعض المعالم اللي يسلن فتميم داري زغ المعالم اللي نلغى الحياة نس وأنه يان صحابي زغ صحابة اللي دارت للعلاقة سلقران العظيم يوحتى كنا يتما أن حاول نصحح العلاقة النغ
دو هو ان ربي سبحانه وتعالى سواء غل قراءانس ولا غل حفظنس ولا غل تجويدنس ولا غل تفسيرنس ولا خل العلوم اللي سيسي تعلقن نضرب ربي سبحانه وتعالى اذا يوفقنا كني ولا كني الى ما يحب ويرضى. كذلك تتل العلماء بانه انتنا ينص الفكرة يعني العافيت اللي السرقة من ضغط مزيديوين انتنا الديوين الفكرة ان العافيت استنتقى غلقان ديال الزيت فكتين الصحابة ارتقى العفيد غير جريد النخل بمعنى التسينة تشجر تنتيني يورق اللينس انتني غاتل عن العفيد لكن تيوسن ديت الفكرة يضني زغ الأفكار اللي فولهين طريقة إيقاد النار. الصحابي دي يتبع توقع سية القصة نختم جيز لكني لكن القصة يتقصة توقع غل بداية الإسلام يرتبط الاسم تميم الداري سيال الحديث رواة الإمام مسلم يت حديث الجساسة حديث الجساسة لحتى يتم يتعلق سيات الفتنة رتقع غل خرن الزمن بل ربما هي أعظم في الفتنة غل أمة من سيد النبي صلى الله عليه وسلم غانا فغيس علم سيد النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة أنزل أنظر بربي أزهيتنا ست الفتنة أستيان الفتنة المسيح الدجال بود غيولت اللي ردي قرو غلخر من الزمن يتما إيس علم ما سيدنا صلى الله عليه وسلم اختحيت قبل أن سلم أنتني اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. الحارث يتمليثون في المسيح الدجال أرست من العلماء حارث الجساسة أذ حول غفلة مغرغ الحارثة ثم نحاول تنترجم اللسان الأمازيغي ثم نذكر يعني الحدث القصة اللي يقع على تميم الداري ذا المسيح الدجال. ما يجرنا يتمع أريد تروى الصحابية اسم الناس فاطمة بنت قيس تردروا من الحارثة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. أرتني الصحابية رضي الله عنها سمعت نداء المنادي يمدور جوراغ سفل داغ إلى مدري تودن إغرص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسم زيدا إن الصلاة جامعة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إغرى يخبر الصحابة رتني ثمر خصم زيدا أريد تودن أريد تني الصلاة جامعة إغرص دموند فاللي غدمون يتما تفتو تمغارتا تسفل دي النداء تفتو اسم زيدا تظل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختزلت نك كنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم تجيو رايت مخص خصف انت مغارين اشكور ديما تلي النبي صلى الله عليه وسلم اي تقال الامام ثم تلي نصف في ريزن ثم من بعد تلي نصف انت مغارين مزيان تنك اللي غي الظل سيد النبي صلى الله عليه وسلم تظلت نس يغلي يجوري قل منبر اريت صا الناس نودي ليلزم كل انسان مصلى الناس كل ديانا يجوري رلاصنص ثم ينسن أتدرون لما جمعتكم أدوني غما خافكم تسمونه قالوا الله ورسوله أعلم ننسى ودي ربي سبحانه وتعالى تيانا يستنتي النبي ما فاغذي تسمونت ينسن ودي هن نكي والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة هن سمونا خند فقط أشكو تميم الداري أرجزاد إكتيني يوريزيا أنصرني ثم يشهد يبيعي يكشم غل الإسلام ثم يخبري الحديث إما قار ديال ووالي كتين روتين خبر المسيح الدجال وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال إني تميم الداري حدثني أنه السدى يتسفينة بحرية 30 ورجز من سيدي ف لعب بهم الموج يعني كشمس البحر تلعب شيسن الأمواج غرب بحر يعني شهر أتلين غرب بحر أي اللي خسروا السن من يومزن إيس الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب الزغينة يتما فغن تلوحتني الأمواج لوحني لغاية الجزيرة يعني يطلب لاس غزون البحر أرد الغروب يعني أرد الوقت اللي تغربت فوقت الجورن غي يطلب لأ غي السفينة يتلف الوقت يمزين ارتلي السفينة اللي مقرن فجون جيسا يتما فاكشمس الجزيرين افنين
يات الدابة يعني يات البهيم يات الحيوان هي غليظ الشعر يعني قد هي الشعر ننك لا يدري قبوله من دبوره ورس ورسن مني ينلو قدامس ولا مني ينتي غردينس الزغل كتر الشعر اللي يسيلن فننا سودي ويلك ما أنت ما تجيد الناس نودين كي هنس مني الجساسة ما يجان الجساسة أرتين العلماء تسمس الجساسة أشكو أرتلسيس الأخبار أرتسيقيس الأخبار ما تتوي إلى مسيح الدجال الناس نودي أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير كشمات الكهفن أثيرا يستفمي وريز هانتا أريسي جيرس الأخبار نون سيات سيان الشوقي قوتن ده سيان الشوقي قوتن أي سن الأخبار نون تنسى ودي تنسى ودي اللي خصف لي الأخبار هاد كشمن كشمن أي تما أفنين البلاصان اللي سنن أرتزاني اللي كشمن سلي كهفن أنني نوفان يسي الإنسان جونز ريزونتا يعني المخلوق اللي باهر يعظم غير الخير خانس إيه الإنسان اللي عمر الوثق يعني عمر السلاسل التماز بزاف مجموعة يداه إلى عنقه فالسنس التماز نزرهم قرنز وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد ما الزغدر ركبنس أرد الكعبنس يعمر الحديد فأننا الصحابة ننسى تميم الدرهم دوكنس ويلك ما أنت ما تجيت الناس نود ما حد قدرن في الأخبارينو أشهد دكون سقط خير الأخبار إن تيجي زوان كي خير الأخبار عاد جمع عارف المدية الناس نود ديما تيجي كني أخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب نكوني نجي خير ونصغوا عربا نسودا يتلفلوك تغل بحر فالبحر لما جريس اللي يسيل الأمواج الهيجان إلى عبسيت نغلمو الشهر أي اللي غاغدي لوخ على الجزيرة اللي تمجرت هي اللي اختلت هي نجيو راه يطلب لاصت غير تلفلوكت نك الشمس الجزيرات لما قالت الدابة اللي هي الجساسة تنغى وديها انك شمات السلب لصن هانران يستافم يا ورياز اريسي قيس الاخبار دارون تنس نزلني تسدارك نك شم الديا اللي خنزرها عند الزميطاغ فاين اغمى تجيت دي سجيت الجين نغ دي سجيت الشيطان نغ دما نغ دما هي الاخبار نك الناس نودي جاوبتي فكرة الاخبار اسقصتن المسيح الدجال يتمسوا ألم زوروا إنسن أخبروني عن نخل بيسان إنسا ودي راكون سقصاغ غي النخل يعني غي الشجرة أنتيني أريد تسمى نخل بيسان إنسا ودي ما يسقصت عن أي شأن تستخبر ما تقصد يس إنسا ودي أسألكم عن نخلها هل يتمروا إنسا تينين إذا رسولتك الغلت قالوا نعم رسولتك الغلت ننسيه الناس وديها إنه يوشك ألا تتمير الناس هن ردي الشيان الزمان هن نرسل ذاك الغلد السؤال أم أنزوره والسين الناس أخبروني عن بحيرة طبرية الناس نودي لك وسخصاغ يا واسف يطلب بحيرة تسمى بحيرة طبرية إننا سودي عن أي شأنها تستخبر ما تقصد أغلب بحيرة هذا الناس هل فيها ماء إزدلازل يسوى من غطقور زغوامان الناس ودي هي كثيرة الماء الناس مدنها نتعمر سوى من الناس المسيح الدجال أما إن ماءها يوشك أن يذهب الناس هن قرب الزمان اللي غرق يسي قروامان في هذا السؤال ويسكراد الناس أخبروني عن عين زغار الناس قد نغير التمزيرت أتسمى عين زغار تلا غيت غالجانب نبيلة الشام الناس ودي عن أي شأن تستخبر ما تقصد أخت مزيرتها قال هل في العين ماء الناس تزد العين هذا الناس رجي سوامان قالوا نعم هي كثيرة الماء الناس ييه قوت ناس رجي سوامان ديت أي الدرس أرتزرع الزغوامان وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ننسى إذ نبي الأميين إذ نبي اللي يقرن إفاغ نغده ننسى نعم قد خرج من مكة ونزل يترب هن ربي سبحانه وتعالى يصرف تيدغ مكة هن غكد هاجر الزغ مكة إفتس يترب يترب يتما هي المدينة المنورة
إنسنا أقاتله العرب إزمغن سوى عربا؟ قلنا نعم ننسيه. قال كيف صنع بهم؟ نسوا الدين نسوا الدماء يسكر لغد إزمغن. فأخبرناه أنه قد ظهر عن من يليه من العرب وأطاعوه. ننسوا الدين هن ننصرت ربي سبحانه وتعالى في اللسن هن أغلبي يسن بتبعنت. قال لهم فقد كان ذلك؟ قلنا نعم. إزيل نسي صغير يقعان ننسيه. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوا. نسودهن يوفسن إخسسمن يوفسن إختبعن. وإني مخبركم عني نسنكير دون نغمد عني إني أنا المسيح نسنكير جل المسيح الدجل. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. هاني ربي يقرب زمز اللي غيقرب ربي سبحانه وتعالى أي في الإذن الفغاغ. هاني غنفواغ راه كل كاغ الارض وريت في الاخر البلاصت هو كان ربي وكان القريه ولا كان المدينه ولا كانت مزيرت الا كزاغيس في 40 ليله 40 ليله كاغ الدنيت ما عاد سنه المدن مكه وطيبه. هاني ربي مكه المكرمه المدينه المنوره انتي افلتي حرمن افلات انتي كشماغ أشكو وقت ماري غاتك شما خريت غصنة المدند إما مكاني غد المدينة أري لاستقبالي الملك أفوسن زي السيف أريد تجي فيصدني عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسنا. الناس هن مكة المدينة هن نسخ رصنة ربي سبحانه وتعالى يعني الملائكة أرتن تحرسن. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة. إنسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتج المنبر إنسان هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة إنسان اختلي طيبة يعني المدينة المنورة يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ قال الناس نعم. الناس سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إز الحديثة دي ربي لو ندي غير كتميم الدليل اللي حريس لمن إز نكين إز خبر آخر كل الأخبار. الناس الصحابة إيه نشاهد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخبرت الخيرات. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو. الناس نسيين النبي صلى الله عليه وسلم هني الصفر حي اللي يوافق غير لو التنيغ غير اللي سي خبر غير المسيح الدجال. إذا نيت ما هالحياة نيت ما أدي تروى الصحابية اللي نذكر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الحديث اللي يتم هن إرواتي الإمام مسلم الحديث الكتاب نس اللي يتم صحيح مسلم. فالحديث اللي يتم حديث الجساسة أو لزغ الحديث المسيح الدجال يزغ الأحاديث اللي ارتبطن استرجمة تميم الداري غير نصف اللي تميم الداري يتم أرنصف ليد المسيح الدجال غير نصف دي المسيح الدجال أرنكتي لعلامات الساعة الكبرى. وكان يتم ماذا من سؤال في الموضوع المسيح الدجال اللي غتختم الحلقه هاد سين تنبيه اتجاه ان الانسان يغير تحفظ ربي سبحانه وتعالى الفتنه للمسيح الدجال اي سكر سلسله المسائل. اولا وقت ما يزول ايتني الدعاء اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم الأمر والسنة يتم أي حول مسلم أي يحفظ 10 الآيات اللي يزقور نقص سورة الكهف دا 10 الآيات اللي يقول نقص سورة الكهف. أشكر لك الأحاديث أرتلي نزغل لون الصورة لذلك لها الحديث أرتلي نزغل الأخر الصورة أمسلم يما غا يحفظ 10 الآيات اللي يزقور نقص سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبدي الكتاب ولم يجعل له عوجا. 10 الآيات اللي قران سورة الكهف من بعد ما يساول ربي سبحانه وتعالى في القصة منذ القرنين اللي غيبنا السد المأرب يوقت اللي يتم أين الأمور اللي يسير ربي سبحانه وتعالى
التريتون المذكر غير الحال القياد نضرب ربي سبحانه وتعالى أداغ يحفظ الفتن المسيح الدجال يحفظ جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه. إيوا الحلقة المقبلة إن شاء الله أتير نزري أديت نشرح الحديثة اللي يجن الحديث ندي النصيحة نذكر أهم الفوائد اللي يس سفيد العلماء نضرب ربي سبحانه وتعالى أداغ يوفقنا كني ولكني لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إنتاج المسلم الأمازيغي.